بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله معانا مهارات حياتية اتنين. مهارات حياتية اتنين أو الوحدة التانية، يعني هندرس فيها بعض المهارات اللي بتدعم الاستقرار الأسري وتفعيل دور الفرد فيها، تمام، تفعيل الأدوار يعني والمسؤولية. يبقى المهارات اللي احنا هنتعلمها في الترم ده هناخدها مع بعض في هذا الترم، اللي هي مهارات تدعيم الاستقرار الأسري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات. ايه هي الأهداف بتاعت الوحدة اللي احنا نحاول نحققها مع بعض؟ معنى كلمة إن إحنا بنكتب الأهداف في الأول يعني معناه إن إحنا أثناء ما بناخد الدروس، تمام، إزاي نوصل في النهاية إن إحنا نحقق الأهداف اللي قدامنا دي. عايزين نحقق الأهداف عشان يبقى عندي خبرة، تمام، الخبرة ده هي هتؤدي بيا إن أنا يبقى عندي مهارة. إيه المهارة أو الهدف اللي عندي؟ إن أنا أبقى عندي وعي بأهمية تدعيم الاستقرار الأسري وصلة الأرحام، تفهم الأدوار والمسؤوليات داخل الأسرة. أنت كفرد داخل الأسرة إيه دورك؟ إيه دور الأب؟ إيه دور الأم؟ وهكذا. اكتساب مهارة إدارة شؤون الأسرة عشان لما يبقى عندك أسرة فيما بعد، اكتساب مهارة إدارة شؤون الأسرة، أو لو في ظروف معينة وأنت أصبحت نقول اللي بتدير شؤون الأسرة، إزاي تكتسب مهارة إدارة شؤون الأسرة؟ ممارسة التخطيط الأسري، الربط بين التنظيم وإدارة شؤون الأسرة، غرس الاتجاهات الإيجابية في النشء نحو أهمية إدارة الموارد الأسرية. دي اسمها الأهداف، تمام، اللي المفروض في نهاية الوحدة نكون يعني نكون اكتسبناها أو حققناها، بحيث يبقى احنا بالفعل في النهاية اكتسبنا شيء. ايه؟ اكتسبنا شيء جديد. أول مهارة، أو قبل ما ندخل في أول مهارة ناخد كده ليه مقدمة كده، قدمت المهارة مهارات حياتية اتنين اللي هي بعنوان مهارات تدعيم الاستقرار الأسري وتفعيل الأدوار والمسؤوليات. كلنا عارفين طبعا إن الأسرة هي الحصن الطبيعي اللي بيتولى حماية الطفولة الناشئة ورعايتها وبناء أجسادها وعقولها. مهم جدا يا شباب جزئية دي ناخد بالنا منها، بناء الأجساد والعقول والأرواح، ومن خلالها تتلاقى مشاعر الحب والرحمة والتكافؤ. طبعا وجود الأسرة هو امتداد للحياة البشرية وسر البقاء الإنسان. كل إنسان بيميل بفطرته إلى أن يظفر ببيت وزوجة وذرية. دي فطرة الإنسان إن هو يبقى عنده بيت، يبقى عنده زوجة، يبقى عنده ذرية وأولاد. ولما كانت الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع كونها رابطة رفيعة المستوى، علشان كده رعتها الأديان عموما، والإسلام طبعا تميز بالرعاية الكبرى لهذه الأسرة. ولذلك قال الحق تبارك وتعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى ربنا تبارك وتعالى يقول
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طبعا الاهتمام بالأسرة من القضايا العالمية التي زاد الحديث حولها، لا سيما في الوقت الحاضر، وذلك على مستوى الدول والهيئات والمنظمات الدولية والعالمية التي اهتمت باستقرار الأسرة، فأصدرت الكثير من البحوث ونشرت الكتب التي تتناول هذا المجال. ممكن تلخيص أهم العوامل التي توصلت إليها نتائج تلك الدراسات والبحوث المهمة بدعم الاستقرار الأسري في موضوعات الوحدة. يبقى العوامل اللي توصلت إليها نتائج الدروس هي اللي جاية في موضوعات الوحدة اللي احنا هندرسها. ايه هي موضوعات الوحدة اللي احنا هندرسها؟ موضوعات الوحدة اللي هي تدعيم الاستقرار الأسري. يبقى موضوعات الوحدة اللي هي تدعيم الاستقرار اللي ايه؟ الاستقرار الأسري. طيب في تدعيم الاستقرار الأسري عبر إيه؟ عبر 6 عوامل، أو زي ما هنشوف بعد كده 6 مهارات. يبقى عشان ندعم الاستقرار الأسري من خلال إيه؟ من خلال بناء العلاقات الأسرية وصلات الأرحام. يبقى هندعم الاستقرار الأسري من خلال بناء، وإحنا إزاي بقى هنعرف مهارة بناء العلاقات الأسرية دي؟ إزاي يبقى عندك مهارة بناء علاقة أسرية؟ إزاي تبقى أب؟ إزاي تبقى أخ؟ إزاي تكون زوج؟ وهكذا. يبقى دي اسمها بناء العلاقات الأسرية وصلة الإيه؟ الأرحام. تاني حاجة أو تاني موضوع، تفهم الأدوار داخل الأسرة. أنت تكون فاهم الأب دوره إيه؟ والأم دورها إيه؟ والأخ دوره إيه؟ تمام؟ وهكذا. وأنت دورك إيه طبعًا؟ إن أنت تتدرب على إدارة شؤون الأسرة، بحيث لما تبقى يبقى الموضوع إدارة شؤون الأسرة. يبقى دي موضوع تاني. الموضوع التالت الرابع، التخطيط الأسري. إزاي تخطط تمام لأسرتك؟ إزاي تنظم عملية التنظيم؟ يبقى التخطيط الأسري، ثم التنظيم، ثم بعد ذلك إدارة الموارد الأسرية. يعني تكون عارف كل واحد إيه زي ما نقول الخصائص بتاعته، ازاي يعني نقول تدير هذه كيفية إدارة الموارد الأسرية. دي كلها مهارات المفروض في نهاية الوحدة اللي عندنا دهيا نكتسب هذه المهارات. هناخد كل مهارة تمام ونشوف ازاي نكتسب هذه المهارة. طبعا زي ما احنا قلنا المهارة بتيجي منين؟ المهارة بتيجي عن طريق زي ما نقول ان انا اكون اعرف جزء نظري عن المهارة، ثم ازاي اكتسب هذه المهارة ومارس المهارة دي. يبقى انا بكتسب المهارة من خلال عملية الايه؟ من خلال الخبرة والممارسة. دي بالنسبة مقدمة لموضوعات الوحدة اللي موجودة عندنا. تمام، بالنسبة لمين؟ بالنسبة لي مهارات حياتية 2. أول زي ما احنا الدرس الأولاني هو زي ما هنشوف بعد كده بناء العلاقات الأسرية وصلة وصلة الأرحام، اللي هي زي ما احنا قلنا الموضوعات هي والمهارات
أول موضوع عندنا بناء العلاقات الأسرية وصلة الإيه؟ وصلة الأرحام، وده اللي هنشوفه في إن شاء الله في الحصص القادمة.